إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في بيت من بيوت الله مع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حياته المشرقة، مع سيرته العطرة، مع سلمه وحربه، مع رضاه وغضبه، مع الرجل الذي اصطفاه الله إماما للناس فزكاه وسدده وهداه واجتباه، فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. أما هذه الليلة فلها وقع خاص، لأنها عن يوم وليلة خاصة في التاريخ، إنها غزوة بدر الكبرى. يوم التقى الجمعان، هي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم تنزلت الملائكة، يوم شاركت الملائكة في القتال، يوم نزل جبريل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. إنها المعركة الفاصلة الكبرى في تاريخ الإسلام، إنها بداية النصر وبداية ذبح الباطل، والحمد لله وارتفاع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما تعلمون، يوم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هاجر طريدا شريدا مسبوبا محاربا من الكفار، فبقي صلى الله عليه وسلم مظلوما هناك يتربص بقريش الظالمة الجائرة الدوائر حتى أمكن الله منهم. وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام سمع أن أبا سفيان بن حرب قدم بقافلة من الشام تريد مكة، قافلة محملة بالحبوب والزبيب والثياب وفواكه الشام. فاستنفر صلى الله عليه وسلم الناس لما سمع بالخبر، جاءه الخبر ضحى ولم يكن عند الناس وقت طويل حتى يعد العدة، إنما أخبرهم صلى الله عليه وسلم فجأة، فأخذوا سيوفهم ورماحهم وانطلق معه صلى الله عليه وسلم 314 رجل باعوا أنفسهم من الله، وهم على عدد أصحاب طالوت يوم عبر بهم النهر مثل أصحاب بدر. استمر صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنه لما خرج كان في قلة من ذات اليد، فكان يتعاقب هو وبعض أصحابه على بعير، قيل ثلاثة، معه علي والمقداد، وقيل معه رجل آخر، فكان يركب صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ينزل ثم يركب الآخر ثم ينزل، فاستحوا منه لأنهم أصحاب ورجال عاديون، أما هو فمحمد عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يمشي وهم يركبون؟ قالوا يا رسول الله لا نركب أبدا الركوب لك. قال لستم بأحرص على الأجر مني ولستم بأقوى على المشي مني. فكان يركب قليلا وينزل صلى الله عليه وسلم. استمروا فنزلوا قريبا من بدر عند الماء، ولما أصبحوا عند الماء وقف صلى الله عليه وسلم في أعلى الوادي، فجاء الحباب المنذر وهو أنصاري صاحب رأي، وهو يسمى المجرب المحكك لكثرة رأيه وجودة ذهنه، وهو صاحب الشور في سقيفة بني ساعدة، فقال يا رسول الله هل المنزل هذا الذي نزلته منزل أنزلك الله عز وجل، أوحى الله لك فيه وحي من السماء، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني ما أتاني وحي ولست مأمورا بشرع فيه. قال يا رسول الله فانزل في أسفل الوادي واحجز المياه خلف ظهرك، لأن آبار بدر إذا حجزها صلى الله عليه وسلم في عن معسكر الباطل وعن جيش الضلالة سوف يموتون عطشا، ولذلك تقاتلوا على الحوض. فقال صلى الله عليه وسلم للناس ارتحلوا، وفيه دليل على أن صلى الله عليه وسلم يقبل الرأي وأنه يشاور أصحابه، والله يقول وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم، وهو يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، حتى مدحه الله بذلك فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكيف بغير الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاة والصالحين ينبغي أن يشاوروا أصحابهم، لأن فيه من الثقة المتبادلة وأخذ الرأي بالحيطة والحزم ما فيه من المصالح الشرعية التي لا تحصر. فنزل صلى الله عليه وسلم كما قال، وأمر أن تحفر الآبار خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، ونزل كل إنسان تحت شجرة، ومنهم من عبأ الحوض، ومنهم من اشتغل بنفسه، ومنهم من أبرأ سهمه، وهم يستعدون لليوم الفاصل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيروا،
إن الله وعدني إحدى الطائفتين. أما أن نأخذ الإبل تذهب غنيمة جزاء ونكالا لهؤلاء الأشرار الذين أخرجوا من مكة، وإلا أن واجه ذات الشوكة ويصفى صافيها، عاد دم أحمر ورؤوس تتقاطر وتنزل عن أكتافها. يقول سبحانه: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يقول: تودكم بالجمال والحب والزبيب، لكن الله أراد أمرا مفعولا آخر. يريد الله أن يتم أمره فيأتي بذات الشوكة، يعني بالسيوف الرماح. أنتم تريدون الحبوب والزبيب والإبل، لكن الواحد الأحد يريد شيء آخر، يريد أن يتواجه الحق والباطل، وأن يتواجه الدم بالدم، والسيف بالسيف، والرمح والرمح، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يريد أن تلتقي الأرض والسماء والحق والباطل، ويشترك الملائكة والمؤمنون في قتال الباطل والشيطان. ونزل صلى الله عليه وسلم إما تلك الليلة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يتهجد. كفار قريش لا زالوا في الطريق، وسوف ننتقل إليهم، ننتقل إلى مكة وندري وش جاء الخبر وأبو سفيان، لكن نبقى مع سيدنا الآن صلى الله عليه وسلم، مع قائدنا وإمامنا. قام في الليل ودعا الله وابتهل وبكى حتى سقطت بردة على خميصة على أكتافه صلى الله عليه وسلم، وأخذ أبو بكر يردها على أكتافه. وقل: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. يقول: يكفي، أكثرت، ألححت. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يلح وتدمع عيناه ويرتجف، ويقول: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدتني. وأبو بكر من حنيته ومن عطفه يظن أنه سوف يفعل خير برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خلاص يكفي يا رسول الله، أكثرت، بعض مناشدتك على ربك. قال ابن تيمي، بيتدخل الآن يشرح ابن تيمي: وحال الرسول أعظم وأعرف بالله، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، وهذا الذي يريده سبحانه من العبد، يريد أن يلح عليه وأن يمرغ أنفه في التراب إليه، وأن يدعوه، وأن يكثر من المسألة، وأن يرجوه. ولذلك ورد في بعض السنن أن الله يحب الملحين في الدعاء، وقالها أبو بكر في آخر عمره، أدرك أبو بكر، قال: ألحوا على الله، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. ننتقل لأبي سفيان. أبو سفيان أتى من الشام، فلما أقبل من بدر جاءه خبر لأمر أراده الله، أتاه جاسوس قال من بلي، وقيل من مزينة، بعض قبائل الغرب. قال: يا أبو سفيان، محمد قد خرج بجيش يريد القافلة. فصد بوجهه وضرب وجوه القافلة الجمال إلى ساحل البحر الأحمر، وغير اتجاه السير، وأتى وهو ترى عبقري وداهية من الدواهي، وتأخر عن الإسلام. قال: أنا أذهب إلى بدر أتأكد بنفسي. فأتى إلى بدر قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم، فقال لأناس يسقون على ماء بدر: هل أتى أحد؟ هل سمعتم بأناس؟ قالوا: لا، أتى رجلان على جملين، يعني جسى في المنطقة في المكان، ثم عاد. أرسلهم صلى الله عليه وسلم طلعة اكتشاف، فأتى، شوف من ذكائه، فأتى إلى بعر الجمال ففته، قال: والله إن فيها تمر يثرب، وإن محمد قد أرسلها. فشرد هو مع القافلة ونجا بنفسه وذهب إلى مكة، وأرسل قبل أن يأتيه الخبر، يعني قبل أن يصل إلى بدر، أرسل أبا ضمضم، قال: اذهب إلى كفار أو إلى قريش، يعني قبيلته، وأخبرهم أن القافلة قد ذهبت، يعني لا نظن هو أنه سوف يقع في المصيدة. فأتى أبو ضمضم هذا، فأتى على جبل أبي قبيس، فشق ثوبه نصفين كذا، ثم حول وجه، هذا عند العرب إذا حول الرجل وجهه عن ظهر، يعني على ظهر البعير، انتهى، هذا ساعة الصفر، قامت القيامة. فحول ظهره إلى وجه البعير ورأسه إلى آخر البعير، قال: اللطيمة اللطيمة يا قريش، اللطيمة اللطيمة. وإذا الصوت من طرف أبي قبيس إلى قينقاع ومن أطراف مكة يتراد يمينا ويسارا. فسمعوا الخبر وهم أشاوس، هم قريش من أشجع العرب، ترى كافرهم أشجع الكفار، ومؤمنهم أشجع المؤمنين، قبيلة محمد صلى الله عليه وسلم. فخرجوا إلى الحرم 1000 مقاتل بالسيوف، وقالوا: قافلة أبي سفيان بيأخذها محمد. وأتى الرأي فيهم، سمعوا في الحرم، قام عاقل منهم اسمه الأخنس بن شريق، قال: يا معشر قريش، الآن نجت، جاهم الخبر في آخر النهار، نجت القافلة، إن ذهبتم إلى محمد تقتلون أبناءكم وإخوانكم، لأنه من قريش، يعني منهم وفيهم، وإن غلبكم محمد فهي ضربة عند العرب أو هزيمة عند العرب، فابقوا مكانكم. فكأنهم استملحوا رأيه، وقام عتبة من كبارهم واستملح، فقام الشرير الآثم فرعون الأمة أبو جهل: فاقسم باللات والعزة ما نبقى في أماكننا، وإن نذهب إلى بدر، لأن الله أراد يفضح من السماء، نذهب إلى بدر، اسمع للشروط، فنبقى في بدر 3 ونقتل محمد وأصحابه، وتغني لنا القيان،
ونشرب الخمر ولا تزال العرب ترهبنا أبد الدهر. يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فأتى الله سبحانه وتعالى من بنيانهم من القواعد فأذلهم الله وسحقهم. المقصود أتى أمية بن خلف قال: أنا رجل كبير سمين، هذا صاحب بلال بن رباح بيجي له يوم مشهود بعد أيام، قال: أنا رجل كبير سمين، اعذروني ما أريد أن أخرج، لأنهم قالوا قريش من يخرج وإلا يعطي رجلا آخر أجره ويخرج مكانه. قال: أنا لي أجير يخرج مكاني وهذه الدراهم. شوف احتساب. فسمعوا بالخبر هو من أعيانه، وإذا تخلف أمية بن خلف سوف يكون في وهن اسمه أبو علي. فأتى بمجمر له واحد من قريش بخو مبخرة وقال: تجمر يا أبا علي، أنت من النساء ترى، كنا نظن أنك رجال وذرك من الحريم. قال: أنا قاتلك الله، من يعرف الحروب إلا أنا، الآن ركبته الحماس والعصبية، لا أخرجن وأخرج بابني علي، لأن الله أراد يذبح هناك مثل ما يذبح الكبش. فخرج بابنه علي، وخرجوا في 1000، وقيل من 900 إلى 1000، لكنهم يصلون يقاربون 1000. استمروا في الطريق والرسول عليه الصلاة والسلام مستمر. لما قرب صلى الله عليه وسلم، هذا من قصص صلى الله عليه وسلم، أتى إلى رجل من العرب لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر، انفرد وراء الجبل. قال صلى الله عليه وسلم: ما أخبارك يا أخ العرب، سمعت بشيء وشيء؟ قال: سمعنا أن محمد ارتحل من المدينة من يثرب، قيل لنا أنه في 300 وما فوق 300، وقيل أن ارتحل قريش ارتحلت في 1000. قال عليه الصلاة: قال: وتخبروني من أنتم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نخبرك من نحن. من أن من نحن؟ قال: من أنتم؟ قالوا: قال: نحن مما، قال: مما العراق ولا مما مزيرة. ثم ولا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاريض الصادقة التي تستخدم في أوقات الحرب، والحرب خدعة. كفار قريش استمروا، وأتى صلى الله عليه وسلم فطلب أن يعني تجس المنطقة حوله صلى الله عليه وسلم. فذهب الزبير وعلي وبعض الصحابة فوجدوا شبابا لهم فأتوا بهم على الماء. قال: من أنتم؟ قالوا: أغيلم أهل قريش، نحن يعني من شباب قريش. قال: كم القوم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قالوا: ما ندري ما عددهم. قال: كم ينحرون في اليوم، يعني يتغدون ويتعشون؟ قالوا: 9 جمال إلى 10. قال القوم: من 900 إلى 1000، لأن 100 يكفيهم جمل. وتقارب القوم لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. وآتت الليلة الفاصلة، الآن ما بقي إلا الليلة، وتبرز أول معركة في تاريخ الإسلام، وأول حرب بين الكفر والإيمان، وأول وقعة رفع الله بها الدين وارتفعت بها لا إله إلا الله. هذه الليلة عند أهل العلم هي الليلة التي قام صلى الله عليه وسلم ولم ينمها جميعا. يقول أبو بكر وقال عمر: ما منا أحد تلك الليلة إلا نام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما نام حتى أصبح. هو القائد عليه الصلاة والسلام، أعبد الناس وأخشى الناس وأجود الناس وأشجع الناس، كل شيء لابد أن يكون هو الأول والأعلى والأعظم. ما نام تلك الليلة، يدعو الله ويبكي ويسجد ويتلهف، لأنه يقود إيمان ودين سوف يبلغه القارات الست جميعا، وإلا سوف تفشل الخطة والرسالة ذاك اليوم. فسأل قال: من الذي خرج؟ سأل بعض الناس، قالوا: خرج عتبة وخرج شيبة أخوه والوليد بن عتبة وأبو جهل. قال: أيها الناس، رمتكم مكة بفلذات أكبادها. يقول كل أعيان مكة حضروا. ثم أتى صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس وخطبهم صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فقال: ما ترون أيها الناس في مخرج إن الله وعدني إحدى الطائفتين، ما ترون؟ فقام المهاجرون منهم أبو بكر وقام المقداد، ورسول الله عليه وسلم ضامن المهاجرين، المهاجرون في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة مسألة الأنصار، لأنه وعده صلى الله عليه وسلم وبايعهم على أن يحموه في ديارهم في المدينة، ما يحموه خارج المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد كلمة منهم، لأن أكثر المقاتلين في بدر من الأنصار، المهاجرين حول 80 أو 70، فيريد الكلمة الحاسمة النهاية في المسألة. فلما كثر الكلام قام من الذي يقوم؟ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. قال: يا رسول الله، كأنك تريدنا، يعني تلمح لنا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وحارب من شئت، اسمع الكلام، وسالم من شئت، واعطي من شئت، وامنع من شئت، فإنا لصدق في الحرب، صبر في اللقاء، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك، والله لو استعرضت من البحر فخطه لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، والله لو خطت بين البرك من غمدان لخذناه معك. وكلمتهم كلها مع سعد. فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم يقول حتى كأنه القمر أو ليلة 14 أو كأنه مذهبة. فدعا لسعد وترحم على سعد
وشكر صلى الله عليه وسلم هذه المواقف من الأنصار، وكانوا على كلهم على كلمة سعد. أتى الصباح وما أدراك ما الصباح، هذا الصباح اليوم الخالص 17 رمضان، احفظوه وسجلوه في ذاكرة القلب، واكتبوه بالدم في سويداء القلوب وبالدم على الخدود. 17 رمضان ارتفعت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فصف عليه الصلاة والسلام الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب الناس في موطنين، إذا اصطفوا للصلاة واصطفوا في المعركة، فصفهم صلى الله عليه وسلم صفا طويلا ثم صفا بعده، فأخذ يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، ثم أخذ عصا صلى الله عليه وسلم فوكز عكاشة بن محصن في صدره، قال تأخر لأنه متقدم، قال يا رسول الله آلمتني وأنت لا تقبل الحيف والظلم، لأنه يريد هو يقتل عكاشة ذاك الوقت، أريد القصاص، قال صلى الله عليه وسلم اقتص، فرفع صلى الله عليه وسلم له وبيده عصا عكاشة، فألقى العصا ثم وضع رأسه ولحيته في صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكى أمام الناس، قال أريد أن يكون آخر عهدي، آخر عهدي وجهي بصدرك يا رسول الله. ثم أتى صلى الله عليه وسلم أنزل الناس على منازلهم وقال انضحوهم بالنبل، يعني لا تبدون، لأن البادي أظلم دائما، ولا تتمنوا لقاء العدو واصبروا، ووعظهم عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة. ثم نظروا إلى الكفار وإذا جبل عقنقل أقبل، كأن الجبل أقبل معه بخيلاء هذا قريش، وكبر معهم أبو جهل، وفي القيان الجواري يضربنا بالدفوف، غنى ونشيد كافر آثم إلحادي، وهناك من زخات الخيلاء والكبر ما الله به عليم. فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يمكنه منهم، فاقتربت الصفوف، وفي الأخير صاح عتبة قال يا محمد، قال نعم، سعى الناس بالصلح وحاولوا أن يصلحوا، وافق بعض كفار قريش ورفض أبو جهل وقاد فيهم، ثم أتى بسوء ورفع صوته واشتبت المعركة، قال عتبة وهو كبيرهم، قال يا محمد اخرج لنا ثلاثة يبارزون، من عادة العرب ترى ما يشتبك الصفوف إلا يخرج ثلاثة يبارزون ثلاثة ثم تبدأ المعركة. فقام ثلاثة من الأنصار قال معكم فلان وفلان وفلان، قال عتبة لا، ما نريد الأنصار، الأنصار أكفاء وكرام، لكن نريد منا قريش من المهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام وهو القائد الأعظم الذي يؤثر الناس على نفسه والذي يقدم أقرابته ويقدم دمه عليه الصلاة والسلام ويقدم رحمه على الناس، قم يا عبيدة بن الحارث وهو ابن عمه، قم يا حمزة ابن عبد المطلب أسد الله في أرضه سيد الشهداء، قم يا علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين. فقام الثلاثة وتبارز، هناك الصفوف صفوف الكفر والعناد يقودها إبليس، وهنا صفوف الرحمن يقودها محمد وجبريل عليهم السلام. فتقدم عتبة والتقى به عبيدة فاختلف ضربتين، فكل منهم أطن قدم الآخر، وأتى حمزة إلى شيبة فذبحه في لحظة واحدة، قال كأنه خلق بدون رأس، وأتى علي إلى الوليد فنحره، ثم اجتمع حمزة وعلي على شيبة فقتله، ثم بدأت الصفوف تتدانى، وأتى القتل، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كنت في الصف الأول وكنت أسوي الناس، وإذاني بين معوذ ومعاذ أبناء عفراء شباب بيني من الأنصار، فقلت في نفسي يا ليتي بين رجلين جلدين صابرين أقوى منهما، لأنك تعرف الرجل يزيد بجانبه في المعركة رجل قوي وحازم يمنعه ويذب عنه. قال ولما بدأت المعركة قال معوذ ومعاذ هذا يا عماه، يقول عبد الرحمن بن عوف كبير هو شيخ، أين أبو جهل؟ لأنهم من مدينة، أبو جهل من مكة ما يعرفون. قال ترون الرجل الذي عليه الدرق، لأنهم حطوا عليه رماح يعني في شوكة في مكان مدجج بالسلاح لأنه يعتبر من قاداتهم، هو ذاك. قالوا والله لا يفارق سوادنا سواده هذا اليوم حتى نذبحه، لأنه فرعون الأمة. قال فلما بدأت المعركة انطلق الاثنين يتسابقان، ثم اقتحم هذه البنية من السيوف، ثم اقتحم عليه الكوخ، ثم اقتحم الرماح، ثم وصل إليه، أما أحدهما فنحره وأطن رأسه، أما الآخر فضرب بالسيف في بطنه، وأتى يتسابقان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا أنا قتلته، يقول هذا، قال كلاكما قتله، وقطع رأسه. وأتى بن مسعود فصعد، هو بقي في جلده وبقي في آخر رمق قاتله الله ودمه يصب في الأرض، فصعد ابن مسعود، وكان ابن مسعود تعرفون نحيل، وهو عذب ابن مسعود وأهان في مكة، وابن مسعود من المهاجرين، فصعد على صدره باقي يلقي خطبة أبو جهل،
قال لمن الدائرة هذا اليوم يا ابن مسعود؟ يقول خبرنا. قال عليك يا عدو الله، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يقول تعدي على صدري. فأخذ ابن مسعود بسيف معه كال رضي الله عنه ماش، فقال خذ هذاك السيف، يعني يقول ابو سفيان يريد يريح نفسه، فأخذه فجز رأسه ثم أتى به يسحب رأسه فألقاه، فأمر بجثته أن يلقى بالقليب حتى جثته انفصلت عن وجهه عن رأسه. فقالوا ما عرفنا جثة أبا جهل يا رسول الله. قال التمسوه في القتلى وفي ركبته آثار في جراح أثرت فيه، فإني قد صرعت على مائدة عبد الله بن جدعان ونحن شبابه، يعني شباب، لأن عبد الله بن جدعان من كرماء مكة ومن سيادهم، فكان يضيف الناس ويغديهم، فيأتي الشباب يتغدون يأكلون، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم على أبي جهل وهم في سن واحد، فراد أبو جهل يرد فأخذه صلى الله عليه وسلم فرفعه فلطمه في الأرض فجرح جرحا عظيما فبقيت في أثار ركبته، فعرفوه فسحبوه إلى القليب، واتبع أهل القليب لعنه. واستمر القتال منهم، يعني من الوقفات في ذاك المشهد العظيم التي لا تخفى عليكم أن عكاشة أتى بسيفه وقد انكسر، فأعطى صلى الله عليه وسلم خشب وقال هزه بإذن الله، فهزه فأصبح سيفا ساطيا في يمينه بإذن الله. ومنها أن الملائكة شاركت بألف، فنزلوا مسومين من السماء ونزلوا على جبل العقنقل، ثم اشتركوا مع المؤمنين في قتال الكافرين، حتى يقول أن القائد الملائكة جبريل وقائد الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن قلنا لكم قول حسان حتى قال أصمعي أشرف بيت قالته العرب هذا البيت، وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. قال العباس سمعت يوم بدر ملكا من الملائكة على عمامة بيضاء يقول أقدم حيزوم، وقال آخر من الكفار والله ما ضربنا الناس، كنا نرى الضربة ما ندري من أن آتت، ثم نرى فإذا رأس الرجل يطن به ويخرج عن جثته، فكانت الملائكة تشارك. قال لأن الله حال فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قالوا فكان ضرب الملائكة الصحابة يضربون في الأعناق وفي الرؤوس وفي الصدور وفي البطون، أما الملائكة فكانت تضرب البنان في الأصابع تطيرها وتضرب على العنق ضربة واحدة فتطن بالرأس مرة واحدة، فكأن الرجل بلا رأس. فمشاركة الملائكة تأييد من الواحد الأحد، مسومين عليهم عمائم بيض. قال ونزلوا دفعات، قال بعض أهل العلم نزل جبريل معه كوكبة، ثم نزل وراءه ناس، ثم توزعوا ثم شاركوا في صف مع المؤمنين، فكانت الدائرة على الكفار. واستأسر وقتل عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الكفار، وقتلت الملائكة 70، جزروهم جزرا، فأمر بهم صلى الله عليه وسلم أن يوضعوا في قليب وهي البئر المعطلة التي ليس فيها ماء، فجمعت الجثث ثم طرحوها في القليب، فقام صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله ما تكلم من جثث هامدة؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وقالوا إن الله رد عليهم أرواحهم وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعهم ذاك التصديق لأنهم بعد قتلهم. ثم أتى عليه الصلاة والسلام إلى الأسارى وكانوا 70، منهم العباس عمه عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أبو حذيفة أحد الصحابة رضي الله عليهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد عم العباس فلا يقتله، لأنه خرج مكرها مع قريش. العباس مؤمن لكن ضعف وخرج مكره وأثر عليه من قرابته، تعرف الإنسان في بعض المواقف يضعف، ليس الناس تريد الناس كلهم كعمر، لا، الناس بنسب، بعض الناس عاطفي تتأثر في المواقف يتنازل يستسلم. فخرج العباس رضي الله عنه على نيته مع كفار قريش، قال فمن وجد عمي فلا يقتله. قال أبو حذيفة يا رسول الله نقتل أبناءنا وإخواننا وأعمامنا ولا نقتل عباس؟ والله لئن وجدته لألحمنه بالسيف في وجهه. قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق، فأعرض صلى الله عليه وسلم. قال أبو حذيفة ذا والله الذي لا إله إلا هو لقد عملت لها أعمالا، وإن خفت ما أخاف إلا من هذه الكلمة، وقد تبت من الله، وإني أسأل الله أن يرزقني الشهادة تكفر عني هذه الكلمة. فرزقه الله الشهادة فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أتى عليه الصلاة والسلام إلى 70 فأمر أن يقيدوا وأن يساقوا، وقام عليهم عليه الصلاة والسلام أمامهم، قال والذي نفسي بيده، هذا أمام 70 الأحياء، 70 ماتوا،
لو سألني، لو كان المطعم بن عدي حي فسألني في هؤلاء النتنة لك تركتهم له، وأنا أخبرتكم لأنه أجار المطعم بن عدي من سادات مكة، أجاره حتى يطوف ومات مشرك. فقل لو كان ردا للجميل واعترافا بالحق، لو أن المطعم بن عدي حي وكلمني في السبعين يقول اعتقهم لي اتركهم لي لتركتهم له. ثم مشوا، فسمع صلى الله عليه وسلم في الليل وإذا العباس يئن، لأنهم شدوا يديه إلى عنقه، فكان يقول آه آه في الليل، فتقلب صلى الله عليه وسلم. ومن عدله، إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم العادل في الدنيا من العادل؟ إذا لم يؤخذ العدل منه من أين يؤخذ العدل؟ فمن عدله ما قام عليه الصلاة والسلام ليفك الحبل عنه، لأن الناس مأسورين جميعا السبعين. فأتى في الصباح فجمع الصحابة قال والله والذي نفسي بيده ما نمت البارحة من أنين عمي العباس، يقول أسمعه إن وما استطعت أنام، ولا استطع أن أحل القيد عنه لأن الأسارة مقيدين. فقاموا فحلوه وأرخوا له في الحبل. قالوا يا رسول الله، يقول الصحابة وإن أردت عفونا عنه وأطلقناه لك، قال والذي نفسي بيده لا تطلقونه ولا تعفون عنه ولا تتركون من ديته درهما واحدا. إذا وصل العدل عدل، لأنه عليه الصلاة والسلام علنا على المنبر مسألة، يقولون أكبر كلمة في العدل يوم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، عليه الصلاة والسلام. لأن المخزومية لما سرقت الحلي أمر صلى الله عليه وسلم أن تقطع، فحاولوا أن يستشفعوا، ذهبوا إلى علي بن أبي طالب قال من يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حد، إلى أبي بكر قال ما أستطيع، إلى فاطمة قالوا ما أستطيع. فورطوا أسامة رضي الله عنه ابن زيد، لأنه شاب وصغير ويحبه صلى الله عليه وسلم ويلاعبه ويلاطفه، قالوا يا أسامة اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته تبلجت أساريره، لأنه إذا أشرق وجه صلى الله عليه وسلم كان كالقمر بل أجمل ليلة 14، فحدثوا ذاك الوقت يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال أسامة يا رسول الله أتيت أشفع في المخزومية التي سرقت الحلي، أريد أن تعفو عنها. قال أتيت تشفع في حد من حدود الله؟ قم، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم جمع الناس، الصلاة جامعة، خبر هام، الصلاة جامعة، فامتلأ المسجد وغير المسجد، فأعلن على المنبر الاستشفاع وخطأه والاعتراض في الحدود. قال وأيم الله لو أن فاطمة، قال الزهري رحمه الله وحاشاها أن تسرق، وقال العلماء لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي بنته وأحب الناس إليه من النساء عليه الصلاة والسلام غير عائشة في بعض الألفاظ. المقصود أتى عليه الصلاة والسلام فأرسل سرية، أرسل مبشرا المدينة، فصاح المبشر بالنصر وخرج أهل المدينة يستقبلونه. وفي بعض الروايات أنهم أنشدوا استقبالا له صلى الله عليه وسلم. وأما كفار قريش فأتاهم من الويل والثبور وخرجوا لا يلون على شيء. أتى أمية بن خلف، قال عبد الرحمن بن عوف ورأيت أمية بن خلف هذا الذي عذب بلال يخرجه في الرمضاء ويقلبه على الحجارة يضربه بالسياط. وفي يوم بدر أتى وهو رجل سمين بابنه علي، قال يا عبد الرحمن، وكان صديقه، يقول كان صديقي في الجاهلية، فلما أسلمت سميت نفسي، كان اسمي عبد الدار فسميت نفسي عبد الرحمن. قال والله ما أدعوك بعبد الرحمن، ما أدعوك إلا عبد الدار. قال عبد الرحمن بن عوف والله لا أجيبك أصلا. قال اجعل بيني وبينك اسم أجل، أنا لا وافق على عبد الرحمن وأنت لا توافق على عبد الدار. قالوا شو الاسم؟ صديق له يتبايعه ويتشارك. قال جعل عبد الإله أخف عندهم، وإذا قيل لهم أسجدوا الرحمن قالوا وما الرحمن؟ يقول ما يعرفون إلا الرحمن الإمام قاتلهم الله، يعني يوافقون على الإله لكن الرحمن لا، لأنه صفات الحمد والمبالغة والثناء واكتمال السؤدد والألوهية والعبودية للرحمن جل في علا، فلا يوافقون. فقال فسمعت يقول يا عبد الإله، قال فأجبته، قال انقذني هذا اليوم أنا عندك، يعني أنا صديقك في الجهلية انقذني. قال تعال. فأخذه وقال للناس أيها الناس، هذا أمية بن خلف وابن علي صديقي في الجاهلية وشريكي في التجارة لا يقربوا أحد. قالوا سمعا وطاعة. المهاجرون والأنصار احترام عبد الرحمن بن عوف. وإذا بلال في آخر الصفوف، بلال ما نسي تلك الأيام السود، قال أمية بن خلف عدو الله لا نجوت إن نجا. فلما سمع الصحابة صوته ثارت في رؤوسهم تلك الأيام الكالحة السوداء، فأقبلوا منه. قال عبد الرحمن بن عوف قلت ضع نفسك، قال فوضعت نفسي فوقه، لأن العربي إذا جار العربي صعب أنه يقتل أمامه. قال فوالله لقد استخلصوه من تحتي وأدخلوا السيوف من تحتي حتى نحروه، ثم أخذوا ابن عيو فمزقوه إربا إربا إلى نار جهنم.
هذا من شأن قريش. أما أخو أبو جهل الحارث رضي الله عنه ففر تلك اليوم، أتى يقول ما اعتذر أحد في الفرار مثل ما اعتذر هو، حاول أن يقاتل، حاول، هو شجاع وهو خطيب من خطباء العرب ورجل كريم، لكن ما استطاع، كتائب أنهلت عليه من الملائكة والمؤمنين ففر ببغلة، فأتى حسان فلحقه بقصيدة رضي الله عنه. كان الحارث يبكي يوم سمع القصيدة، يقول والله الذي لا إله إلا هو إن قصيدة حسان أشد على نفسي من هزيمتنا يوم بدر. ولذلك خرج يوم اليرموك قالوا اجلس وأنت رجل شيخ كبير، قال أغسل شعر حسان عني، لأن حسان ألقى عليه قذائف من الشعر، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حسان اهجهم وروح القدس يؤيدك، والذي نفسي بيده إنه أشد عليهم من نضح النبل. تعرف النبل إذا أخذت من الحجارة بقوة ثم نضحت الرجل في وجهه، شعر حسان أشد. كان صلى الله عليه وسلم يقرب المنبر كذا الحسان، وهذا يدلك على أن الإعلام والكلمة العابرة والفكر الصحيح والعلم النافع أحيانا أشد من القنابل، ولذلك يدل على أن المسلمين بحاجة إلى أدب راشد قوي، وإلى علم مؤصل، وإلى إعلام بناء وقوي في وجه العواصف والحملات المغرضة الآثمة المعادية. فقال حسان الآن بيلحق الحارث بن هشام بيهجوه، قال طوبى، الآن مهدي السرعة رضي الله عنه، يبدأ في النسيب الغزل عند العرب دائما عادتهم كذا، يقول طوبى لمعترك من الآرام تشفي الضجيع ببارد بسام، إن كنت كاذبة الذي حدثني فنجوت منجى الحارث بن هشام. يقول إن كنت كاذبة فالله ينجيك مثل ما نجى الحارث منا، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل طمرة ولجام. يقول الحمد لله على السلام، أهم شيء أنك سلمت أنت البغلة، الحمد لله اللي سلمك أنت البغلة، ما عليك من أخوك يوم قتل سهل، وما عليك من السبعين يوم قتلوا سهل، وما عليك من السبعين ومستؤسروا سهل، لكن البغلة أهم شيء، بغلتك سلمت. فجاء وهي حول 20 في ديوان حسان، راح يوم سمع الكلام ذاك وكأن صواعق على رأسه، فخرج بعد ما أسلم رضي الله عنه حسن إسلامه، خرج إلى اليرموك ليكفر أسوأ، يكفر الله عنه أسوأ ما عمل في بدر، فالتقى وقتل، وهو من الذين قدم لهم خالد كوب الماء أو قدح الماء مع عكرمة، هو في سكرات الموت والمسلم وابن عكرمة، فأعطى الحارث فرفض أن يشرب، أعطى عكرمة فأبى، وأعطى ابن عكرمة قال حتى يشرب عمي الحارث، وأعطى الرجل قال لا أشرب حتى يشرب عكرمة، فماتوا جميعا بلا ماء. وبكى خالد، قالوا بكى أبو سليمان ذاك اليوم، قال اسكهم من جنتك فإنهم خرجوا لرضوانك، وكانوا كلهم من بني مخزوم. قال يقول هو خالد يزعم الناس ان ما نموت يا بني مخزوم تحت الرماح، بلى والله نموت تحت السيوف وتحت قصر الرماح. فمات الاربعه شهداء عند الواحد الاحد، الى الواحد الاحد جل في علاه. عاد عليه الصلاه والسلام وبقيت هناك دروس. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس، قال أيها الناس والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة، هذه من كلماته المشهودة الرائدة عليه الصلاة والسلام في التاريخ، والذي نفسي بيده ما بينكم أيها الناس وما بين هؤلاء وما بين الجنة إلا أن تلقى هؤلاء فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. وكان عمير بن الحمام رضي الله عنه يأكل تمرات وهو من الأنصار من الشجعان، قال يا رسول الله ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء، قال ما بينكم وبين الجنة إلا يقتلكم هؤلاء، فرمى التمرات وقال والذي نفسي بيده إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن أكل هذه التمرات. بخن بخن، يقول هو يعني ما أحسن هذا الكلام منك يا رسول الله، حسن جميل ما سمعنا، بخن بخن، تقول العرب بخن بخن، حتى يقول ابن حجر تنطق بخ بخ وبخن بخن وبخن بخ، حتى يقول شاعر عند الحجاج يمدح ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج، خرج عليه وحاربه، فيقول الشاعر لابن الأشعث يمدحه يقول بخ بخ لوالده وللمولود. فلما انتصر الحجاج أتوا بالشاعر هذا يريد يحاسب الحجاج ويقتله، قال ماذا تقول في قصيدتك من أشعث؟ قلت له بخ بخ لوالده والمولود، قال والله لا أتركك تبخبخ بعدها يا غلام علي برأسه، فقتله، وهو من الشعراء الذين قتلتهم قصائدهم، هذا قتله لأنه قال في قصيدته بخ بخ لوالده والمولود. يقول أشعث انصروه يا علماء، اخرجوا مع الأشعث ضد الحجاج، حسن جميل هو وحسن جميل والده، يستاهل هذا كلمة العرف. يقول عمر بن حمام وهو يرمي التمرات وهو جائع رضي الله عنه، بخ بخ يا رسول الله، بخن بخن إذا بقيت ناكل هذه التمرات، فقاتل حتى قتل. قال وفيه أمثاله، يقول الشاعر وليس تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، ف
فليس على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. فقتل شهيدا رضي الله عنه أرضه، عاد عليه الصلاة والسلام، وفي المعركة وفي الغزوة دروس عظيمة. أولا التذكار بنعمة الله لنا، فلولا فضل الله في بدر ما جلسنا في هذا المجلس مؤمنين مسلمين نتلو الكتاب والسنة ونعلم الناس العلم النافع. حتى يقول سبحانه، يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنتم اللي نصر أنفسكم، هي كتائبكم أصلا، هي هو سلاحكم، هو أبطالكم. النصر من عند الواحد الأحد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد. يقول أنتم بقوتكم وعتادكم وأنتم أذلة، أصلا 314 ما عندكم سلاح، والكفار أكثر منكم، ومؤنكم قليلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالنصر من عند الواحد الأحد، وامتن الله به على المؤمنين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن غزوات الإسلام وانتصارات الإسلام كانت في رمضان، فهو شهر القرآن وشهر التقاء الجمعان وشهر انتصار كتيبة الرحمن وجند الإيمان ونصرة الدين الديان. بدر في رمضان، الفتح في رمضان، عين جالوت رمضان، حطين في رمضان، القادسية في رمضان. فهذا هو الشهر المبارك الذي نصر الله الأمة فيه. ومن الأمور الثالثة أن على الإنسان يتواضع للواحد الأحد، فلا يعجب بعلمه ولا بإنتاجه ولا بإبداعه ولا بفكره ولا بأدبه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. فالمنة للواحد الأحد. ولذلك تواضع عليه الصلاة والسلام قبل الغزوة وبعد الغزوة. وأما أولئك فافتخروا وتكبروا وخرجوا رئاء وبطرا، فنكبهم الله وأذلهم. فاحذر أن تتكبر بعلم أو بمنصب أو بشهرة أو بمكانة، فالفضل كله لله الواحد الأحد جل في علاه. ومنها من الوقفات أن العبد يدعو في الأزمات أكثر ما يدعو في وقت الرخاء، وأن يلح على الله عز وجل، وأن الإلحاح طريق للعبودية. وأوصيكم بالإلحاح خاصة في السجود وأدبار الصلوات وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي ساعة الجمعة، ساعة الاستجابة، وفي عرفات وغيرها من المناسبات. الإلحاح ومناشدة الواحد الأحد ونشدانه باسمه الأعظم وأسمه الحسنى وصفات العلا جل في علاه. ومنها أن على الإنسان أن يعرض في كلامه إذا خاف من عدو كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مما. ومنها أن القائد الجيش يرسل الكتائب الاستطلاعية التي تجس المكان وتكتشف قوة العدو وتعرف ما عنده وما لديه حتى يكون الإنسان على بصيرة. ومنها أن تسوية الصفوف سنة في المعركة، كتسوية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كصفوف الصلاة. ومنها أن الناس على حسب جهادهم وبلائهم، فإن الله قدم حمزة بسبب مواقفه المشهودة، حتى يقول أحد من كفار قريش يسأل الصحابة بعد ما أسلم، من الذي الرجل منكم الذي على صدره ريشة مثل ريشة النصر؟ قالوا هذا حمزة. قال هذا الذي لقينا منه الألاقي، هذا الذي أرانا الويل والهول يوم بدر. فكان رضي الله عنه وأرضاه من أقوى الناس ومن أشجعهم وأشرسهم في سبيل الله، فجعله الله سيد الشهداء. فكلما مات شهيد إلى يوم القيامة فسيدهم وخيرهم وأفضلهم أسد الله في أرض حمزة رضي الله عنه. ومنها أن على المسلم أن يشاور أصحابه كما أسلفت لكم، أو العالم أو الداعية أو المسؤول، ويختار من أهل الرأي والبصيرة والدين والأمانة من يشاورهم في أمره وفي أمور المسلمين، ويعود عن رأيهم إذا كان صائبا ويتباحث معهم، فإن هذا مما يقوي الرأي. فعليك بالمشورة، فإنها فتح من الله سبحانه وتعالى العبد، ما خاب من استشار وما ندم من استخار. فإذا إذا قدمت في موضوع فاستشر أهل الرأي، لكن ما تستر الحمقى. رجل أحمق ما نفع نفسه، ما تذهب أن تلقي عليه مسألتك ومشكلتك، تستشير العاقل الذي خاف الله، المتقي الذي علم منه سداد الرأي والتجربة. ومنها أيضا من الأمور أن على العبد أن يكون عادلا في أحكامه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل، سواء في الأسارة، سواء في الغنائم، سواء في موقفه مع العباس، فإن يكون العدل إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، وأين يكون الصدق إلا منه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن على العبد إذا أتاه ما يسره فليخبر من يحب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عينا وأرسل رجالا يخبرون أهل المدينة أنه انتصر صلى الله عليه وسلم. فإذا أتاك ما يسرك فاخبر من تحب وانقل البشرى له حتى يدعو لك ويدخل السرور. أما الحاسد والعدو والذي يغيظه انتصارك وفرحك فلا تخبر به، لأنه إنما
يصيبك بالعين أو بالأذى أو بالكيد والعياذ بالله. هذه بعض الوقفات مع غزوة بدر الكبرى، وربما تركنا فيها بعض الوقفات الصغيرة لأن أخذها بالتفصيل يطيل المقام، لكن هذا في جملة الحدث العالمي الذي انطلقنا فيه من بدر. وهنا كلام لبعض أهل العلم قالوا أفضل الغزوات على الإطلاق غزوة بدر، والسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لأهل بدر فقال يا أهل بدر، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، إن الله قد اطلع عليكم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اسمع ما أحسن الكلام من الواحد الأحد، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن الجوزي لا يعني ذلك أن اعملوا ما شئتم يعني ارتكبوا المنكرات ترى سمحنا لكم، أو ارتكبوا الفواحش، أو ارتكبوا المحرمات، أو لا تصلون، لا، معناها إكرام لهم. وقال لو حصل أنه صدر منكم ذنب فإن حضوركم في بدر وقتالكم في بدر يكفر الذنب بإذن الله. ولذلك كان عند أهل بدر من خوف الله ومن خشية الله ومن مراقبة الله ما حملهم على أن يتقوا الله أكثر وأكثر بعد بدر. ولم يأتي أحد من أهل بدر فقال ما دام أني حضرت بدر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ترى هذه مسألة عظيمة ناقشها ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء، مسألة انتبهوا لها، قال لم يأتي أحد من أهل بدر فقال ما دام أني حضرت بدر وأنني شاركت في القتال وأن الله قد اطلع علينا فقال اعملوا ما شئتم إذا نعمل ما شئنا، لم يقل أحد، بل كانوا أخوف لله بعد بدر أكثر منهم قبل بدر، وكانوا يقومون الليل ويحاسبون أنفسهم على الكلام ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويراقبون الواحد الأحد بسبب حضورهم لبدر وسبب المقامات العظيمة. وانظر إلى الشرف، اطلع عليهم سبحانه وتعالى إكراما لهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنه أتى في شدة وأتى الأمر في كرب وأتى في زلزال وهول وأتى في بلاء. ولذلك على الصحيح أن أعظم غزوة وأعظم الناس أفضلهم هم أهل بدر، ولذلك كان يفضل عليه الصلاة والسلام أهل بدر، فكان في الغنائم وفي البيعة يقدمهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم. وكان الرجل إذا ما حضر بدر من الصحابة تحسر إذا ذكرت له بدر، والمترجمون رأيتم في كتب الحديث يقولون هذا الصحابي بدري حضر بدر، يعني شرف له ومفخرة ومنقبة لهم ومكان عظيم أنه حضر غزوة بدر الغزوة الرائدة العظيمة. فليعلم هذا، فإن سئلتم أي الغزوات أفضل فقولوا غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، ما بقي من وقت أتركه للأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم الأجل الأرحم الأحكم أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع قلوبنا على تقواه، وأن يجمع قلوب الراعي والرعية على محبته وتقواه وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل عاقبة لعباده المؤمنين المتقين. وأما الدرس القادم فسوف تكون معنا غزوة أحد، حيث الكرامات وحيث المواقف المبكيات في غزوة أحد، حيث يتجلى لنا رسول الله عليه وسلم بمكان آخر وموقف آخر غير غزوة بدر. فالله المستعان، الحمد لله على نعمه، والحمد لله سبحانه وتعالى على بلائه، والحمد لله على ما قدر وعلى ما قضى جل في علاه، وصلى الله وسلم.